استنكرت قوى 14 آذار ما يجري في طرابلس ودعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والضرب بيد من حديد وفرض الأمن. قوى 14 آذار أشارت إلى أنها وفرت الغطاء السياسي لإحباط مخطط الفتنة وساهمت في عدم الانزلاق نحو المزايدات المذهبية. تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن هذه الأحداث إنما تندرج ضمن مخطط واضح لتفجير لبنان بالتزامن مع انهيار النظام السوري، وذلك بقرار سوري إيراني يستخدم أدوات لبنانية كانت ولا تزال تابعة لهذا المحور ورهن تعليماته الأمنية. يتساءل اللبنانيون مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، خطف وقنص وقطع للطرقات ومجالس عسكرية للعشائر والمذاهب، من يغطي ماذا يجري؟ أمام هذا الواقع رفعت قوى 14 آذار سلسلة مطالب بإصدار الأوامر الصريحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتدخل الحاسم للإفراج عن جميع المخطوفين وملاحقة الفاعلين بجرمهم، التقدم بشكوى أمام مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ضد الحكومة السورية بسبب عمليات الخطف وبسبب انتهاكها سيادة لبنان وزعزعتها لاستقراره، طرد السفير السوري من لبنان بعدما تحولت السفارة السورية إلى مركز لإدارة عمليات الخطف والتفجير. وإذ أثنت قوى 14 آذار على مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة طالبته بتطويرها في الاتجاه الصحيح، كذلك تبنت المنظمات الشبابية والطالبية في قوى 14 آذار هذه المطالب، ودعت نواب 14 آذار إلى إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية، كذلك إلى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري.